أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل الخير من قناتي المفضلة على قلبي الصحة والجمال. مساء الخير ومساء السكر على كل أحبابي وكل متابعين برنامج 50 دقيقة حياة. كل مرة في حاجة جديدة بيرعبنا في الحياة، المرض، وبيرعبنا مرض السمنة على الأخص، وبيرعبنا كل مرض بسيط أو صعب. في الأيام اللي فاتت عملنا حملة لمرضى السكر ومرضى السمنة، وحاولنا بقدر الإمكان نحميهم ونقول الوقاية خير من العلاج، وكمان نعالجهم ونقول هنعمل إيه. لكن النهارده لازم يكون يوم مختلف، عشان الرعب الكبير بقى ان احس ان ابني او بنتي هم اللي هيبقوا مرضى سكر او عندهم سمنه. هنعرف ده مع ضيوف النهارده، بس استنوني بعد الفاصل. كورس فيتال من النهارده صحتك بالدنيا، من النهارده نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر للرجيم ومرضى السكر، بيحلي ومش بيغير الطعم ودون اي اثار جانبيه. تقدر تحلي كل حاجة، الشاي، القهوة، العصير، وحتى الحلويات. سويتال آمن لكل الأعمار لأنه خالي من الإسبرتام والمواد الحافظة في أكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. إنتاج شركة هايجنت للأدوية. معايا دكتورة حبيبة راشد، أخصائي واستشاري أمراض سمنة وتغذية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. النهارده يوم شيق جدا لان هنتكلم على اولادنا. مستعده؟ اكيد مستعده. مستعده. ومعايا ضيفي وضيفكم هنا في الاستوديو، صاحب بيت انا دلوقتي. ايوه صاحب البيت الشيف محمود عطيه. اهلا يا شيف. اهلا يا دكتوره، ازاي حضرتك؟ ازيك يا دكتوره حبيبه، عامله ايه؟ انا بخير الحمد لله. دكتوره حبيبه دي على فكره من الناس الاعزاء عليا. واحنا جايين نتصاحب هنا يا شيف. احنا مش جايين نتصاحب هنا يا شيف، تعال نفسك دي بنوتك. بنوتك ولا اختك؟ لا مش يعني من الناس الجميلة اللي أنا عرفتها، وحد شاطر قوي على فكرة. ما زلت بقول أنت جميل وطيب، وكل اللي حواليك جمال وطيبين زيك. الله يخليك يا دكتور. سيبني بقى ابتدي حلقتي. يلا بينا. بعد فيلم الرعب اللي أنت هتعمله لنا. النهاردة معايا الدكتور حبيبة عشان تقول لي لو عندي طفل أحميه إزاي من السمنة؟ لو عندي طفل أحميه إزاي إنه يبقى مريض سكر؟ حتى لو أنا كنت الأم مريضة سكر أو الأب أو وراثة. مساء الخير يا دكتور. مساء الفل. نبتدي بالطفل من 7 سنين لحد المراهقة. تمام. ازاي احميه انه يبقى مريض سمنة او مريض سكر؟ اول حاجة نبتديها من سن الطفولة. تمام. عامل اساسي الام والاب. الحياة موجودة في البيت ازاي؟ انا بعود طفلي ان يبقى فيه سكر، في ملح، في دهون في الاكل، او ما بعودوش، بعوده انه ياكل خضروات، بعوده انه ياكل فاكهه. انا اللي بعود ابني من هو صغير ياكل ايه او ما ياكلش ايه. تمام. فالعامل الاساسي اللي موجود في البيت هو اللي بيأثر على نفسيه وشهيه الطفل. جميل جدا. الدكتوره بتاكد على دور الام، ودايما بقول دور الام مهم، مش بس في الفكر والمذاكره، لا ده في التغذيه. فانا الدعم الرئيسي ان انا اقدم ايه؟ هقدم يا ترى سكر بزياده، ملح بزياده، دهون بزياده، السموم اللي احنا تعودنا عليها، ولا هقدم له ايه؟ طيب لو انا هحمي طفلي اللي هو 7 سنين، المرحله دي الطفل ما بيبقاش عارف مصلحته فين، وانا ما بقدرش اسيطر لانه هو بيبقى موجود فين؟ في وسط زمايله في المدرسه. بالزبط. طب اعمل ايه؟ بدايه الغذاء اكله ايه الصبح، اكله اخر النهار عشان احافظ على الطعم عنده؟ تمام. اول حاجه لازم اعوده على وجبه الفطار. وجبه الفطار من الصغير للكبير دي مهمه جدا، اولا عشان الحرق بيشتغل كويس جدا من ساعه ما بنصحى من النوم، الساعه 7 الصبح او 6 لحد الساعة 10 الصبح. تمام. ده بيبقى فيها الحرق شغال لحد معانا لحد اخر اليوم. جميل. اعوده انه ما يرجعليش بالاكل، اعمله الحاجه اللي بيحبها بس حلو. بطريقه صحيه. جميل. ما ادهوش فينو مثلا، ما ادهوش حلويات وشيبسي في الشنطه بتاعته، اديله بدل الحلويات او العصير المعلب اديله عصير فريش وفاكهه، اذا كانت سواء تفاح او موزايه. تمام. سندوتشات اديله نص رغيف بلدي. لان الفينو بيتخن. تمام. فانا كده بمنع السمنه من اول الصبح. جميل جدا. اديله مثلا بضايه مسلوقه، حته جبنه قريش او جبنه مثلثات او سندوتش فول. كل ده بروتين، انا بعوده على ان هو ياكل بروتين الصبح بس. في ندوه من ندواتي كنت عملت حرب على اللانش بوكس، وان ازاي بيحطوا اكلات غير صحيه ويقولوا اصل الولد لازم يتغذى كويس عشان يطلع ذكي وكويس. حضرتك النهارده بتاكدي كلامي ان سندوتش الفول، البيضه المسلوقه، الحاجات البسيطه بتاعتنا طبيعي لازم ياكل البلدي. بروتين عشان يقدر ياخد باور كمان الصبح. تمام. احييكي على ردك، ومن كلامك هروح للشيف محمود. مساء الخير يا شيف. ازيك يا دكتور فاتن؟ ازي صحتك؟ انا كويسه طول ما انت كويس. ربنا يكرمك. وطول ما كل مشاهدينا كويسين دايما يا رب. هسرق كلمه جميله من الدكتور بتقول هديله الحاجه اللي بيحبها بس بطريقه سليمه، وده دورك النهارده، هتدينا حاجات بنحبها بس بطريقه سليمه، هتقدم لنا ايه؟ والله هقول لك على حاجه، احنا طبعا لا غنى عن ان احنا في الشتاء
الجسم عايز طاقة يدفع. عشان يدفع. الأكتر حاجة طبعا بتمد الجسم بالتدفئة هي إما النشويات أو السكريات. حلو قوي. ما هو مش أي أكل، ما أنا ممكن أكل طبق خضار سوتيه كبير جدا أو خضروات أو سبانخ أو أو، ولكن ما مدتش الجسم بتاعي بالطاقة المطلوبة، بالطاقة المطلوبة اللي هي بتبقى موجودة في النشويات أو في السكر. جميل. دايما أبدا النشويات أو السكر بيتحولوا إلى دهون في الجسم، وبتبتدئ تختزن بالجسم في جيوب معينة عشان تبدأ تمدني بالطاقة وبالتدفئة. جميل. ولكنها بتسبب فيما بعد بالسمنة، بالسمنة وبعض الأمراض. حلو جدا، متفقين. يجب علينا أن احنا نبدأ نخلق ده أحسن وقت في السنة، والدكتورة حبيبة تأم على كلامي. جميل. هو أن أنا أقدر أنزل فيه الوزن، هو ده أحسن وقت اللي الجسم محتاج طاقة، وأنه ياخد من مخازن الدهون اللي موجودة جوه الجسم. ما أنت شايفين كده المخازن فضيت خالص. أيوة. ما عادش في مخازن من يوم رجالتي راحوا. لا لا، أنا هستوقفك يا شيف، أن برضو ما ننسيش نفسيا، بما اني بقى بتاعت علم نفسي يعني. تمام. نفسيا كتير مننا بيبقى عنده الاكتئاب النفسي اثناء الشتاء، فما ينفعش احرمه من السكريات واحرمه من النشويات، وده مصدر سعاده بالنسبه له في وقت معين، فلازم اديله الحلويات بس بطريقه شيف محمود. حضرتك دكتوره رائعه وجميله، ولكن لم تعطيني الفرصه لانتهاء كلامي. لا ده انا قلت هستوقفك بس وارجع تاني. لا حضرتك ما استوقفتنيش. أيوة. انا عامل شغل في اسناني على فكره. حضرتك بترتيني. هو احنا بنقول ايه؟ بنقول ان انا هديله شيء من الوجبات او الوصفات في صوره تكون الجسم يقدر يحرقها وفي نفس الوقت لا تسبب السمنه. تمام. وده كله بيرجع للإرادة والنفسية. أنا عشان أنزل الوزن أو حضرتك أو غيره، بنحتاج لدعم نفسي خارجي وفي نفس الوقت لدعم نفسي على نفسي. تمام. ثم بعد كده أبتدي أن أنا أحس بالمتعة اللي ربنا إدهاني، اللي هي موجودة في الحياة وربنا خلقها من نوم أو وجبات أو أكل أو خلافه، متعة الدنيا كتير جدا. إذن أنا هنا ببعد عن حاجتين، ببعد عن السكر زي ما اتفقنا، ببعد عن الدقيق الابيض، ببعد عن الملح، وهناك في ملح لايت دلوقتي ابتدى الشركات تعمله. هم دول الثلاث سموم، وخصوصا هم دول الثلاثه اللي انا لازم الاقي لهم بدايل، وابتدي ان انا اعمل وصفه زي الوصفه اللي احنا عاملينها ديت، معموله بدقيق الشوفان مثلا، بديل الدقيق الابيض مع الفراوله مع نوع من انواع الفاكهه. مش عارف اجيبها عند عم عزب كده ولا عندك بقى يا ياسمين؟ مع ياسمين أي ما بتدور على اكمل وجه النهارده. ياسمين احنا تعبينها معانا. دي فطيره وهنغرف منها دلوقتي. فده انا رايي يا دكتور، والراي الاول والاخير. انا ما درستش طب طبعا، ولكن دايما بنقول ان انا ماشي بمبدا العلم في الراس مش في الكراس. ده حقيقي. الدكتور هترد على حضرتك، مقدم لنا النهارده فطيره الفراوله. بما ان انا ضيفه النهارده فلازم ادوق. لازم تدوق وتحكم. صاحبه بيت يا دكتوره. طيب حضرتك النهارده ادي فطيره هتؤدي للسعاده، لاني هعمل حاجه لبيتي واسعده ده في البدايه، وبعدين هغذيهم غذاء صحي. انا ملاحظه كده ان الشيف في المقادير حاطط سكر دايت، سكر سويتال. حضرتك ايه رايك في فكره السويتال او سكر الدايت عموما؟ بس انا عايزه افهم الناس ان السكر عموما اضراره ايه. السكر من ضمن الحاجات اللي بيعملها بيزود نسبه السكر في الدم، وبما ان السكر زاد في الدم يبقى هيعمل ارهاق، هيعمل تعب، هيعمل اكتئاب، ساعتها هنحس بالتعب فهنجوع. تمام. فهناكل كميه اكبر. عشان كده الناس اللي بتقول لي انا بعمل رجيم بس بشرب سكر كتير وما بخسش، لانه بيعمل ثبات في الوزن. فمهما تعملي رجيم او تمنعي نفسك من الاكل فانت برضو مش هتخسي، لان نسبه السكر ثابته، غير اللي هو بيعمل امراض في القلب والشرايين، ودي الخطر اللي احنا بندور عليه. بالظبط كده. طيب هرجع تاني لحضرتك، ونرجع للاطفال والسن الصعب. لو انا قلت السن الصغير اللي هو الكيجي او الابتدائي ممكن اتحكم في الساندوتش اللي انا بتقول، لكن فعلا في سن اللي هو من 12 سنه لحد 16 او 17 سنه اللي هو سن الثانوي، اللي موجود طول النهار تقريبا بره، حتى الصبح لو انا جيت اديله فطار يقول لي ماليش نفس افطر. لو اديته كوبايه لبن، هو انا لسه طفل صغير عشان تديني كوبايه لبن، متمرد على كل انواع الاكلات اللي في البيت وعايز دايما ياكل اكل من بره، هنا اتصرف معاه ازاي؟ برغم ان انا وهو صغير كان ملتزم وطعم الاكل البيتي كان معاه كويس، اعمل معاه ايه؟ زي ما احنا قلنا العامل الاساسي في البيت، يعني احنا لو عودنا الطفل من هو صغير ياكل اكل صحي من البيت هيكبر وهو كده. تمام. طيب طلع من تحت ايزي
وتعود انه ياكل اكل من الشارع، باصص لاصحابه انا عايز اكل البرجر، انا عايز اكل شاورما، انا ممكن اعمله الكلام ده في البيت. ما هم مش هيشيلوا معايا حضرتك، المراهق لا يمكن هيشيل ساندوتش معايا، لا يمكن. احنا النهارده جايين عشان الحلقه دي مخصوص السن اللي من 11 لحد 16 سنه، لا يمكن هيشيل ساندوتش، لا يمكن هياخد كوبايه عصير بيتي. هو عايز يشتري، متعه الشراء ان انا زي اصحابه. هو لازم يبقى في السن ده في وعي، يعني ايه تغذيه سليمه؟ انا ممكن اكل كل اللي انا نفسي فيه من غير ما اضر صحتي. تمام. ممكن اشرب عصير بس يكون يعني مشروب فريش. ممكن اكل شاورما، ممكن اكل برجر بس بلحمه بيتي، انا عارفه انا جايباها منين وضمناها ازاي من غير دهون. ممكن انا احلي منظر الاكل في عينين ولادي عن طريق الطريقه الحلوه اللي انا بعمل بيها الاكل، بقدم بيها ازاي. طيب معانا استاذه ام عبد الرحمن من الاسكندريه، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتواصل مع الدكتوره؟ اتفضلي يا فندم معاكي. لو سمحت يا دكتوره، والله انا معايا اطفال في ثانيه وعندي في سنه ثالثه، انا بعمل لهم كل حاجه في البيت زي ما حضرتك بتقول، بس المشكله انهم بيروحوا يشوفوا الاولاد في المدارس فعلا عايزين يقلدوهم، عايزين نفس الاكل. يعني مثلا انا بمنع الاكل الورقه، فعايز معاه شيبسي او معاه اي حاجه من الحاجات اللي هي بره، ابني بيعزم عليه فبياكل، فبيجي تعبان، فانا مش عارفه اعمل ايه. يعني انا بمنع في البيت بلاقي الحاجه من بره، اتصرف معاهم ازاي يا دكتوره؟ هنرد على حضرتك حالا. نفس السؤال اللي انا كنت بساله حضرتك، اللي هو فعلا الام معوده ولادها على اكل البيت، ولكن طول ما هو بره عايز يبقى زي اصحابه، فما بقدرش اتحكم فيه بره البيت. من سن يعني نقول سته ابتدائي اعدادي ثانوي بيبقى في حاله تمرد. يعني ايه تمرد؟ يعني انا خلاص طلعت من عبايه امي، لا انا عايزه انا اعمل اللي انا عايزاه، فبروح لاصحابي بيعملوا كده. حتى الولاد اللي بيحبوا يجربوا السجاير بيجربوها عشان بيتمردوا على النظام في البيت، اللي هو بيقولوا ده ممنوع، لان احنا نظام الامهات عندنا ناس بسيطه، عندهم لا ما تعملش كذا، اوامر. بالظبط. فهو لا انا هعمل زي ما اصحابي بيعملوا عشان انا خلاص بقيت راجل، انا بقيت كبير. قصدي حضرتك ان بالزبط. انا فاهمه بالتوعيه، لازم يبقى في وعي في البيت. يا حبيبي ما تعملش كذا عشان هيعمل لك كذا، طب ايه المشكله لو عملنا كذا؟ يعني تتكلم معاه بالراحه، العيل بيستجيب. تمام. فلازم يبقى في وعي في البيت، اللي انا فاهم ابني. انا ممكن اديله اللي هو عايز، بس حتى لو مره في الاسبوع اكافئه. اقول مثلا لو عملت الواجب، او مثلا عملت كذا او خدت درجات كذا، انا هديك مثلا حته شوكولاته، او انا هجيب لك شيبسي، او الكلام ده كله. واحده واحده هو هيبتدي يتعود على اكل البيت. تمام. انما ما ينفعش امنع نهائي. وهم صغيرين بعمل برنامج ان في يوم في الاسبوع هو ده الفندي بتاعهم بالظبط، اللي هيخرجوا فيه وهياكلوا اكل من بره، بس برضه انا عارفه حدوده فين، يعني اوله اخره. بس اعودهم اللي هو مره في الاسبوع. تمام تمام. نرجع تاني للشيف، قول لنا بقى مقاديرك يا شيف، ويا ريت المخرج الجميل يطلع لنا على الشاشه. طيب النهارده احنا هنعمل الفطيره ديت، انا قطعت منها قطعه وهنعملها النهارده ببديل السكر اللي هو السويتال. لو سالتيني ليه اخترت السويتال وفي بدائل سكر كتير، طبعا فلان قلنا ان هو خالي من الاسبرتام، في نفس الوقت ان جزء صغير منه بيساوي عدد من معالق السكر. تمام. الحاجة الثالثة ان هو زيرو سعرات حرارية. في حاجة رابعة، ان طعمه مش مختلف كتير، يعني ما بيأثرش على طعم الاكل، ملوش تأثير يعني، ولا في السخن كمان. تمام. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان هنا قدرت ان انا انزع الدقيق الابيض واستخدمت دقيق اللي هو كامل الحبة او دقيق شوفان. المقادير موجودة معنا على الشاشة، كلنا نصورها. ربع كيلو فراولة مقطعة انصاف، 280 جرام دقيق كامل الحبة او دقيق شوفان، خمس معالق صغيرة سكر سويتال، لما نضرب المعلقة الصغيرة بتساوي تقريبا ما يعادل قد ايه يا دكتور؟ قلت لنا حوالي 3 معالق من السكر. هتساوي العادي. هتساوي بالظبط، لا هتساوي اكتر شوية. ده هو طرف المعلقة، يعني الباكو الصغير فيه 2 جرام تقريبا بيساوي 3 معالق. ما انا المعالق بتاعتي كبيرة، يعني انا بحط 3 كبار كده. ايوه. 50 جرام من الزيت او 50 ملي من الزيت، وانا استخدمت شلت هنا الزبدة وحطيت زيت. بيضة 120 جرام لبن خالي الدسم او زبادي خالي الدسم، اصفر بيضة للوجه، ربع معلقة صغيرة فانيليا. ده بتتحط على البيض ونشوف الطريقة. هستأذنك، مش هقطعك ولا هبتر كلامك. معانا تليفون استاذ عماد منتظر بقاله شويه. الو الو، تقريبا الاتصال انقطع. ارجع لي معانا. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. لو سمحت، يعني معايا ابني في رابعه ابتدائي ما بياكلش لحمه خالص. تمام. يعني هو نباتي ولا ما بياكلش لحمه؟ بياكل فراخ، بياكل سمك؟ لا، ياكل فراخ. ماشي. يعني ما ياكلش اللحوم الحمراء تقريبا. حاضر، هخلي الدكتوره ترد على حضرتك حالا.
شكرا استاذ عماد لاتصالك. ايوه دكتور ردي عليه. استاذ عماد يا ريت ابنك يعلم ولادنا يعني. ايوه اللحمه غاليه. خلينا في الفراخ بس. حضرتك تردي على استاذ عماد؟ ارد عليه بحاجه بسيطه. هو ناس كتيره جدا ما بتحبش اللحوم او بالذات الاطفال، طريقه طهيها عامله ازاي؟ ممكن بتشد معاهم شويه غير الفراخ، او الفراخ بتتعمل بطريقه مختلفه كتير جدا اقدر اكل بيها الفراخ، فاحنا ممكن نعملها له لحمه مفرومه، نعمل بيها كفته، نغير شكلها بالظبط كده، نغير شكلها، كانت مفروم ان كانت كفته، نعمل بيها برجر برضه هيحب طعمها جدا، اغير فاحنا شكلها. نشوف الولد بيحب ايه ياكله من بره ونعمله باللحمه بتاعت البيت. مش لازم تاكلها محمره بالسمنه في البيت، ما هو اكيد مش هيحب طعمها، فاحنا لما نغير في طريقه الطهي بتاعتها هيحب طعمها، اخليها سهله بالظبط كده. نرجع للشيف تاني، هترد لنا على سؤال اللحمه وبعدين تكمل مقاديرك. والله انا بشجع يعني. يا بختك بابنك، يا بختك بابنك. بختك بابنك هيوفر. في حد يزعل ويشتكي من حاجه زي كده؟ انا اشتكي والعيال بياكلوا لحمه كتير. طبعا ربنا يخليه لك. هو زي ما قالت الدكتوره حبيبه، ممكن نعملها له على هيئه كفته، على هيئه برجر، على على هيئه الاكل الفاست فود اللي موجود بره، مغري جدا، ونبدا نديله كاتشب مايونيز هياكلها. ولكن عايز اقول لك، طالما هو بياكل فراخ او اسماك، اي نوع من انواع البروتين ما تخصبش عليه، هيجي له وقت هو الحاجه اللي ما كانش بيحبها هيطلبها لوحده، تبع الجينات بتاعت جسمه. كل ما بيكبر كل ما جينات جسمه بتتغير وبيبتدي ان هو يطلبها. المقادير بتاعتنا موجوده، بحط المواد الجافه كلها دكتور مع بعضها. ادي الدقيق، سواء دقيق كامل الحبه او شوفان، و بدل الزبده بحط زيت. تمام. ونبدا ناخد الخليط ده كده بالشكل ده. هشغل بقى بايديا، وهنا هنحط البيضه مع اللبن خالي الدسم او الزبادي خالي الدسم. الفطيره دي من الحاجات الجميله قوي، ممكن نعملها بالموز، وممكن ان انا اعملها بالتفاح. هنبدا ناخد الكلام ده فرك كده، اللي هو الدقيق مع البيكنج باودر مع الزيت. وادي هنا هبتدي احط الايه، الخمس معالق بتوعنا اللي هو من السويتال. من السويتال ده بديل السكر، ثلاثة. ممكن احط ثلاثة، ممكن احط أربعة، حسب ممكن احط 10. الله يفتح عليك. هو ده اللي انا عايز اقوله. عايز اقول بس حاجه صغيره يا شيف، ان الوجبه اللي انت بتعملها دي وجبه كامله، لان فيها الفراوله اللي هي الفيتامينات، الفواكه، اللبن بديل البروتين. عكسك انت كده بتبطر افكارها. انا اقصد الشوفان من الحاجات المفيده جدا في التخسيس. جميل، لانه بديل الدقيق وفي نسبه الياف عاليه جدا. طب هو انا ممكن اقول حاجه؟ انا الشوفان بالنسبه لي فاتح شهيه يا جماعه. ليه مش مصدقيني؟ لان الالياف بتتهضم بسهوله. الشوفان الالياف من الحاجات السهله الهضم، والناس اللي عندها امساك ممكن تاكل الشوفان عادي جدا. يعني انا بفطر شوفان وبعد كده ادور على الفطار بتاعي. بالظبط. انا ضربت البيضه مع اللبن خالي الدسم او الزبادي، وانا عايز اقول الزبادي بيديها تيست عالي قوي. هنا حطيت يا دكتور المواد الجافه اهيت، والسويتال والزيت بالشكل ده كده. يا عم عزب يا رائع. عايز اسال سؤال واغلس عليك. لا تحت امرك. حضرتك قلت لنا قد ايه لبن خالي الدسم؟ 120. طيب نص كوبايه مثلا. لو انا هحط الزبادي احط علبه ولا اكتر؟ ما في العلبه 120. يعني احط علبه بس، مش هتفرق في حاجه غير ان احط خالص. تمام. طب افرضي ما قضيتش العلبه مثلا، يعني حسيت محتاج ان العجينه جافه. تمام. اي سائل. بصي هنا انا خدت ادي المواد الجافه ايه، ما لاحظه ان انت حطيت الفراوله الاول. الفراوله حطيتها مع الدقيق، يعني قبل اللبن. ضربت هنا البيض. هنبتدي ننزل كده بالخليط كله مره واحده، وهنقلب كده يا دكتور اهو. خلاص بالشكل ده. درجة حرارة قد ايه يا شيف؟ دي درجة حرارة 170، بتقعد معايا تقريبا نص ساعة. شايفة الشكل النهائي عامل ازاي؟ طبعا ما حدش يتخيل ان الكيكة دي هي اللي هتطلع الكيكة دي. شايف حضرتك ما تحكمش على نفسك. هندوق. ممكن اتوق. ممكن ندوق. وادي كده. اتفضل. وهنقوم جايبين اي صينيه زي اللي معايا ديت صاج. بس هو قاصد النهارده يلخبطنا بالظبط. هو قاصد. على ايه بس؟ معاك يا فندم. سلام. كل الناس بتحبك وانت مستغل ده كويس. لا ابدا. ازاي يا دكتور؟ ده انا بيزيدني الشرف. وهنبدا كده. هنبدا كده. طبعا هنا ممكن ادهنها اصفر بيض عليه فانيليا على الوش. نقربها كده لما عزب. دي كده الفطيره اهيت. وطبعا السمك بتاعها حسب رغبه ست البيت. عايزاها بسيطه. هي في الاخر بتبقى كيكه يا دكتور. انا عايز اوريلك كده
ادي كده اهي لما نوريها للمعزب الرائع، وادي الفانيليا شايفين عامله ازاي. تسلم ايدك مقدمه، هندوق برضو ونحكم في الفرن. انا جوعت انا جوعت. لا اجيب لكم ده تدوقيه، وتدوقيه بقى بالسكر السويتال بيبقى عامل ازاي. يعني انا ما حبيت ان انا اعملها عندي في البيت واجربها، ما كل ده خدوا بالكم بجربه الاول، وبعدين ابتديت ان انا اسويها. فعلا انا سعدت جدا ان انا لقيت حاجه اقدر زي الرز بلبن تمام ان انا حل بيها، بالذات في الشتاء انا ما حرمتش نفسي، الوزن عندي ما بيزيدش. الكارثه ان انا اكون وزني نزل ولا بيزيد نص كيلو يوم بعد يوم. يعني حبيبه هانم منزله 10 كيلو لا دي حاجه ثانيه. انا عرفت على فكره الهواء. انا خاسه كده ليه يا دكتوره حبيبه؟ قالت لي منزله 10 كيلو. قلنا على السر بقى دلوقتي. السر جواز. هو السر السعاده يا جماعه. دايما السعاده بتدي وزن مثالي. الجسم السعيد جسم خالي من الامراض وجسم مثالي. انا ما بفرحش ان انا يبقى وزني مليان، ما ممكن اكون انا مليانه امراض. ده اللي انا دايما بقوله، اهم حاجه يكون جسمي صحي. لما بقول لكل متابعيني الجسم السليم هو الجسم الخالي من الامراض هو الجسم السعيد، محدش بيبقى مقتنع قوي. لكن لو جواك قناعه انك سعيد ومبسوط، لو جواك قناعه ان جسمك ما فيهوش امراض وده حقيقي، انت انسان خالي من الامراض، خالي من الكآبه والتعاسه، اي مكان شغلك، المهم انك تقدر تتحرك، ولا يا دكتور؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا. نرجع للدكتور تاني وسؤال من اسئله المشاهدين بيسالوكي سؤال كده على الهوا مباشره. طيب انا ابتدي اعمل دايت لابني ولا غذاء صحي وياكل زي ما هو عايز؟ اكيد طبعا غذاء صحي، لان انا الطفل ما بيبقاش عنده اراده اللي هو يقدر يمسك نفسه على الاكل. ممكن يعيط ويتمرض وما يكملش، فانا ممكن ابتدي اقلل في كميه الاكل واحده واحده تمام، وادي له هو برده هو اللي عايزه. يعني انا من ضمن الحالات اللي بتجيلي انا ما بحبش انظمه الرجيم، ما بحبش اديها للحالات عندي. انا بعمل ايه اساسي؟ الفطار قبل الساعه 10 الصبح زي ما قلنا، سندوتش جبنه او بيض او سندوتش فول معاهم كوبايه شاي بلبن للناس اللي حابه تشرب شاي، او مثلا لبن خالي الدسة تمام، كوبايه عصير فريش ويا ريت يكون برتقال. البرتقال من الحاجات اللي فيها فيتامين سي عاليه جدا، كمان بتعلي معدل الحرق. هقف عند نقطه البرتقال الفريش، لان في بعض الاطفال عندهم ارتجاع مريء او عندهم قرحه في المعده بالوراثه، هو مولود كده فعلا تمام. فبيبقى صعب، او انا يا كبيره بيبقى صعب ان انا اخده. وانت مش هتدي له الليمون او البرتقال وهو حامض، كده كده الحمضيات بتنزل في المعده قلويه بتقلب تمام، فاحنا بنخففها بميه. هخففك ليمون او برتقال وهو حامض؟ هو الليمون او البرتقال حامض لما بينزل. انت جاي النهارده تعمل حاجه غلط. انت جاي النهارده في حاجه غلط. اصل مش معقول اعمل كده في ابني احمض الشيء عشان ادوه. لذيذ يا دكتور. انت النهارده جاي ضد القانون. ماشي اوكي، خدوا بالكم بقى يعني. تمام مركزين. انا قلت لك خايفه اجي معايا النهارده. انا يا دكتوره حبيبه انت حبيبتي وانت عارفه. ربنا يخليك يا رب. فانا هخفه بشويه ميه على اساس ما يبقاش. ندوله عصير فريش بدون اي اضافات، او نحط لو هو بيحب الحاجات المسكره نديله سكر دايت او سويتال. ليا صديقه بتفطر ابنها كويس قوي غذاء صحي، وهو فعلا جسمه جميل جدا ما شاء الله، وبتغذيه اكل صحي ومراعيه ده تمام، بس مش بتعشيه. بتيجي على الساعه 7 المغرب ونو اكل. طبعا بلاقي الطفل من هو كان في كيجي يعني 6 سنين او 7 سنين عمال يعيط عياط مش طبيعي عايز ياكل، وهي رافضه تديله اكل تماما لحد ما ينام. ممكن نستبدل بدل الاكل فاكهه او خضار. انا لو بعمل هو مش عايز ياكل، مش عايز ياخد تفاحه، مش عايز ياخد موزه، هو عايز ياكل، عايز ياكل اكل. فانا بالتالي قلت لها ياكل، انت جعان، طفل جعان، هسيبه زي العيط. هو لو طفل صغير ما عندوش ثقافه الرجيم، ما عندوش حاجه اسمها لا انا لازم اكل اكل يعني صحي عشان جسمي. يعني انا ضدها ولا معاها؟ ما هو في السن ده بيبقى محير. يعني انا ممكن اديله قطعه من الاكل اللي عندي لو انا نفضت المكرونه. لا هو هنا مع احترامي يا دكتور في المرحله ديت احنا بنبدا مع احترامي طبعا، ان طالما في طفل كده فبنبتدي نعمل له تحاليل ونبدا نشوف ايه اسباب الشراهه للاكل. هو مش شراهه، هو عايز ياكل الساعه 7 المغرب. ماما قالت مين هنقدر نحرمه؟ طب عايز اقول حاجه بس السن بتاع المراهقه ده ده سن النمو. في بيبقى فيه تغيرات هرمونات في الجسم، هو محتاج. لا ده انا بتكلم على طفل 6 سنين، مش بتكلم على المراهق كمان. هو بما انه بياكل طول اليوم اكل صحي، مفيش مشكله لو ما يجوع ناكل ربع رغيف بلدي، مفيش مشكله معاك لحد الساعه 9. لا ممكن اديله فاكهه يا دكتور انت. والحلويات دي برضو ممكن اديها له. الحلويات دي مره في الاسبوع، قطعه قد صوابع الايد كده بالظبط. ما نحرموش لان برضو جسمه محتاج حلويات وسكر عشان ما يحصلوش هبوط. انا شخصيا او حضرتك او الدكتوره حبيبي ما نقدرش بعد الساعه 7 نقف عن ان احنا فما بالك الطفل. ده هو ده وقت الاكل بيحرضنا، بيبدا البرد. هو جاي النهارده ضد القانون.
ايوه الجو برد وانا عندي فراغ، ده فراغي بدا من 7 المغرب، انا قاعده فاضيه فابتدي اعمل ايه؟ في طبعا ممكن ان احنا نخليه يتعامل في عده عوامل حلوه قوي زي ما الدكتوره قالت، ممكن ان انا ادي له حاجه خاليه السكر او فيها بديل سكر، ممكن ان انا ادي له حاجه فيها شوفان تبتدي تعمل له امتلاء للمعده عنده، ممكن ان انا يوم الاجازه احكم عليه ضروري انك انت هتمشي لمده ساعه وتلف تراك عشان اقدر احافظ على وزن ابني. هو جسمه مثالي ما شاء الله، يعني هو فعلا جسمه ما كويس. تخليه ياكل يا دكتوره وخلاص. انا قلت كده برضو، ده كان رايي من الاول يعني. خليه ياكل ويدخل ويجي لي انا مش كده. ما تخليه ياكل يا دكتوره انا شايفه ان هو جسمه كويس وما فيهوش امراض، خلاص ياكل زي ما هو. امال في ايه؟ بس انا عايز افهم، انا بسال الدكتور. حيرتينا بيوبا. ممكن ناخد بدائل يعني، ممكن طبق فشار ما فيش منه اي مشكله. تمام. ممكن نشرب كوبايه حمص الشام. طب لو اخرت غدا شويه مش يبقى برضو كويس؟ هو المفروض ان الغدا من 3 ل 6 ده الطبيعي عشان يبقى في وجبه عشاء. بالظبط. مش في روح قانون ولا لازم القانون امشي عليه بالظبط؟ ما هي دي روح القانون، يعني مثلا احنا لو فطرنا قبل الساعه 10 طبيعي هيجوع من 3 ل 6. بالظبط. لا هو يفطر الساعه 7 الصبح رايح المدرسه. طيب يعني بقى هيتغدى بدري. هيتغدى الساعه 2 او 3 بالكثير قوي. ما هيجي بعد كده يتعشى بدري. وبما اننا بديله سناكس بين الوجبات سواء خضار او فاكهه، الفاكهه اللي بيحبها، مش هيبقى في عنده مساحه ياكل بعد كده. ده اللي هو مين؟ الطفل. مش الشيف مش محمود. انت طبعا. مش على كده والله. خد يا ست الراجل ده خليه يجي لي بس البرنامج بتاعي وانا هتبناه. طيب تمام. بعد كده اديله رقمي. قاعده انا في النص برضو ما بينكم مش عارفه اعمل ايه. طب اقول لك حاجه يا شيف، انت برضو لو عملت النظام ده لو فطرت بدري هتتغدى بدري غصب عنك هتتعشى بدري. بقى هجوع بدري. ما هو بين الوجبات اقول لك 10 اقول انا عايز اكل برضو. لا والله هقول لحضرتك على حاجه، انا عندي دايما في بدائل في الثلاجه زي الخيار زي التفاح، بدايل للناس البسطاء اللي انا بقول عليها. بدايل للبسطاء عشان ممكن حد يقول يا عم انت مثلا كذا. لا، في بدايل للبسطاء وفي بدايل. اللي انا عايزه اوصل له ان احنا في بعد الساعه 6 او بعد الساعه 7 وارد جدا ان اي انسان يجوع مش هياكل الاكل العادي او الغدا، ممكن ياخد سناكس سواء بقى كان تفاح او خيار او طماطم. اي كميه براحته. ده لو كان عامل دايت. لو مش عامل دايت افرضي ان هو ما اكلش طول النهار نظرا لظروف شغله. امين. فهنا انا مش هاجي اكل حاجات كده، لكن انا اقدر اخد تركيبه اكل، اخد خضار، اخد كوبايتين ميه وبعدين سلطه وبعدين وجبه فيها خضار والبروتين بتاعي وبعد كده. ما اكلش طول النهار طبيعي هيتغدى. دي مشكله بالنسبه له، هو دي مشكلته هو. هو عارف ان النظام الغلط في الاكل هيعمل سمنه بعد كده. وفي ناس فاهمه غلط ان انا لما اكل مره او مرتين انا كده بخس. لا بالعكس، لا بالعكس. انا كده بزيد. انا كده الجسم بيخزن. طول ما المعده واقفه مفيش حرق شغال. بالظبط. انا بديها طاقه سلبيه. ايه الطاقه السلبيه؟ سواء فاكهه او خضار، طول ما انا باكل والمعده بتشتغل حرق بيشتغل. اكيد. اذا يا دكتور اللي انا عايز اقوله ان احنا لو احنا خدنا اكياس السويتال، لو تجيبوا الدكتوره مثلا دكتوره فاتن، اقدر ان انا اخده في عربيه في المواصلات واقدر خاصة ان انا الحجم ده الجميل ده كده ما يعادل 3 معالق سكر. تمام. ده بالنسبه لي اخد كيسين من ده. لا بالعكس، انا هو كيس واحد كفايه واقدر ان انا استخدمه مثلا. اذا هنا حلو جدا للناس اللي بتعمل دايت او بتعمل ريجيم، لان في ناس أنا بتاخد 11 سنه كمية. دلوقتي بستخدمه. استنى بقى يا شيف بقى، استنى ما تتكلم على نفسك، استنى سيبها اديها فرصتها. سؤال مني انا لحضرتك، اتفضلي. افضل طول عمري امشي على السكر الدايت او السكر البديل، ولا ادي اليوم نفسي فري؟ مش عشان انا مش بحبه، لا، في العادي هل صح ان انا افضل فتره طويله زي ما الشيف بيقول بقاله 15 سنه ماشي عليه، ولا اكسر القاعده كل فتره؟ لا ما يكسرش، حاجه صحيه ومفيش فيها اي سعرات حراريه ومخليه للحاجه طعم، ايه اللي هيخليني اغيرها؟ بالظبط. يعني عادي مش هياثر عادي جداً على جسمي؟ لا، مفيش زيرو سعرات حراريه. ومش معناه ان انا مريض ومقيد. لان معلقه السكر الصغيره فيها 16 سعر حراري. للشخص اللي سالني وقال لي يعني ايه افضل عمري كله على سكر بديل، اديني اهو جبت لك الاجابه. حتى علبه سكر دايت بدل علبه السكر العاديه. تمام. بس وهنا انا مش مريض، هنا انا مش مقيد بسكر، ولكن هو طعمه حلو وصحي، فبدل ما اخد السكر العادي، صح يا شيف؟ تمام. واعيط طب ما انا اخد السكر البديل وهديك نفس الطعم بتاع السكر الابيض. معلقه فيها 90 سعر حراري. معلقه السكر، معلقه الزبده فيها في حدود حاجه و80 سعر حراري. طبعا انا مش هقدر احكمها. معلقه السكر فيها فوق بتعدي فوق ال فيها 16 سعر حراري. معلقه صغيره، المعلقه الكبيره فيها 50 سعر حراري.
يعني انا الصبح اخد معلقه كبيره وما اكلش بقى، هم دول مالهاش يعني علاقه. يعني انت دكتوره تعرفي عني بقى، لكن انا لو 16 سعره حراري يبقى كده. احنا لو نتكلم على الحاجات اللي فيها سعرات هنقعد 3 ايام نتكلم على موضوع السعرات بس. ما انت لو خدت كوبايتين ثلاثه شاي في اليوم يبقى انت خدت كده كل السعرات الحراريه. هو المفروض ان ان انا ليا معلقتين سكر في اليوم، ولكن انا طالما بنزل الوزن معلقتين صغيرين مش معلقتين صغيرين مهم. واتفقنا ان احنا لازم ان انا افضي المخازن اللي جوه اللي بيبدا الجسم يستهلكها. بعدت عن ثلاث حاجات. نشوف ام هناء عايزه تسالك تقول لك ايه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا بالبرنامج الجميل. انت اجمل يا ست الكل، اموريني. الله يخليك. ازيك يا شيف محمود؟ ازاي ساعتك يا ست الكل؟ وحشنا خالص والله. الله يكرمك. قناه العزمه بشوفك تاني. انا في النايل لايف الساعه 3 كل يوم يا امي. هنا على قناة الصحة والجمال؟ لا، في الصحة والجمال باجي يوم الأربع، لكن في النايل لايف يومين الساعة 3. خلاص ماشي. يلا إعلان أهو. يعني بص، قناة الصحة والجمال جميلة إزاي؟ لو هناك كانوا كلوني. قالوا لي إعلان. والله. ربنا يخليك. وحشتونا كلكم والله. تسلمي لي يا ست الكل، أنتوا شعب جميل وناس جميلة والله، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. ليكي أي سؤال؟ والنبي اتفضل. عند البنوته حلوه يعني كده، عندها 18 سنه ما شاء الله، هي بتاكل كويس وفي نفس الوقت عندها انيميا. انيميا يعني ممكن تاكل كبده، تاكل لحمه، تاكل خضار. يعني احنا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نعمه ربنا، كلنا كلها مفيش حاجه بناكلهاش الحمد لله، بس دايما عندها نسبه انيميا. يعني لدرجة مرة وصلت نسبة الأنيميا عندها الستة. يا حبيبتي هخلي الدكتورة ترد عليكي حالا. بس زيك زي أي ست مصرية عارفة هتأكلها إيه وبتقولي بدائل. برافو عليكي، الدكتورة هترد عليكي حالا. شرفتيني يا دكتور. ردي عليها، البنوته 18 سنه وعندها انيميا، هي بتاكل كل حاجه، ممكن نعمل معاها ايه؟ دوت السن الخطر اللي احنا قلنا عليه سن المراهقه، لان فيه تغيرات في الهرمونات، فلازم نهتم قوي بالوجبات الرئيسيه. لازم يبقى فيه 3 وجبات رئيسيه في اليوم، فطار غدا عشاء، غير الوجبات الخفيفه اللي قلنا عليها السناكس. نزود قوي من الفاكهه، لان الانيميا او تحليل الانيميا ما بيبقاش انيميا الحديد، بيبقى نقص فيتامين بي 12. ده اللي هنلاقيه في اللحوم، في الكبده، في البتنجان، في القرنبيط، الفلفل الاخضر، كل دي فيها فيتامينات وفيها نسبه حديد عاليه. طيب ممكن كمان نعمل تحاليل عشان نعرف بعد كده الانيميا وصلت لحد فين. في حاجه تانية كمان اسمها نسبه الحديد في الدم. يعني هنا ممكن ده تحديد الحديد بس بالظبط، يعني عشان اعرف بالظبط، لاني ممكن انا اجيب التحليل والاقي النسبه بتاعته كويسه جدا فوق ال 12، وبس انا عندي نقص، الشعر بيقع او فيها زلان او الكلام ده كله، بيبقى نقص الحديد في الدم، وخاصه عند البنات في السن ده بالظبط كده اكتر من لاني الوقت. ممكن كمان البيريود بتنزل برده نسبه دم كبيره جدا، فدي اللي بتعمل لها انيميا. تمام، شكرا يا دكتور. ومعانا الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. عايزه اكلم الشيخ محمود. اتفضلي يا شيخنا. ست الكل ده هو النجم النهارده. هو نجم. لا حضرتك اتفضلي. يا شيخنا عايزه اقول للشيخ محمود، يعني الله يكرمك، الله يكرمك يا ست. بتدعي لك يا شيخ. الله يكرمك، الله يحفظك. عندك سؤال؟ لا، بس متفاجئه اطمن على الشيخ. الله يكرمك يا رب، تسلمينا، ربنا يحفظك يا رب، شكرين. اسعدتينا بتليفونك. معانا تليفون تاني يا شيف. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاكي اقبال. اهلا يا ست اقبال. على راسنا من فوق. ماشي، عندي سؤال للدكتوره، ولو يسمح فضل. الشيف عايزه رقم. تحت امرك، كل تحت اسئلتك عندنا. اتفضلي. ربنا يكرمك. بصي، طب انا عندي صديقه هي نحيفة والسكر يعني واطي خالص 97. سبعة وتسعين، وعايزة رقم الشيف بس لو سمحت. طب تحت أمرك. ألف سلامة عليها، الدكتورة هترد والرقم الكنترول هيديك رقم الشيف حالا. تحت أمرك، تحت أمرك. دكتور، هنا المشكلة اللي قلتلك قبل الهوا، لما قلتلك السكر لو قليل، فهي عندها، هي نحيفة والسكر عندها قليل. الناس اللي عندها سكر قليل دي بيبقى ليها سبيشال كيس، حاله خاصه كده دي بنديها سكر بس، طبعا مش هنزود في السكر، يعني ممكن نديها مثلا مرتين ثلاثه حلويات في الاسبوع. يعني الناس دي فعلا السكر بالنسبه لهم السكر البديل ده الحل، وحل مناسب. لازم تاخد سكر بديل، سكر دايت، وناخد برده حلويات، ممكن ناكل حته شوكولاته، لان كمان هي عندها انيميا، فالحاجات دي مسموح لها بكميات عاديه. تمام يا دكتور. يا شيف، كل الناس بتسالك اسئله عن الدايت. تمام. هل ده لانك انت جسمك مثالي قدامهم، ولا فعلا كل وصفاتك مثاليه للجسم الخالي من الامراض،
ولا ايه بالظبط السر يعني؟ قول لا، هو الموضوع كله طبعا ان انا بحافظ على الوزن نتيجه لظروف صحيه وانت عارفاها طبعا، ربنا يشفيك. عامل صيانه في ركبتي وعامل صيانه في ظهري وكل سنه يا جماعه بروح اعمل يا شيف على فكره مركب مفصل و بص يا شيف انت قعدت النهارده على قهوه ما تقعدش عليها تاني فكل سنه بروح اعمل صيانه، فالصيانه ديت في احتياج طالما للعظم ان الوزن ينزل عشان اقدر امارس الحياه بتاعتي وما اقعدش في البيت، ما اقعدش في البيت حتى لو معايا ملايين الدنيا. وده اللي دايما اقوله للشباب واقوله للناس، اول لما بحس بتعب ودايما اقول لكم بقول يا ترى هتحرم من شغلي، هو ده السؤال، مش يا ترى انا هقول اي، يا ترى هتحرم من شغلي. فهو ده يا دكتور اللي انا بعمله، بنزل من وزني واحافظ على وزني عشان اقدر اجي شغلي كل يوم، لان دايما اقول انا بتغزل فيه، هو البت بتاعتي، البت اللي انا بحبها ده الشغل، ولو كلنا عملنا كده هنبقى فوق. هو برج الجدي بس هو اللي بيعمل كده، بيحب الشغل، بيحب الشغل جدا. كل واحد اقول له انا بحب الشغل، هو البنت اللي انا بحبها في سن مراهقتي. هو برج الجدي عنده الشغل في المقدمه وباقي الحياه بالظبط. ابويا كان كده الله يرحمه، ربنا يرحمه ويديك الصحه والعافيه. الله يخليك. استاذتنا الجميله اللي كانت بتسال على بنتها بعتت في كنترول بتقول طب البنت بتحب تشرب الشاي كتير جدا وطبعا بتحط فيه سكر، هل ده ياثر عليها؟ سويتال. لا تحط سكر سويتال. وبالنسبه للشاي بيعمل انيميا، ما تاخدوش بعد الاكل، يعني المفروض نشرب الشاي بعد الاكل بساعتين. يعني كده تشرب الكميه اللي هي عايزاها ولكن مش بعد الاكل لانه بيمتص الحديد في الدم. تمام كده، بتهيألي كده جاوبت على حضرتك. ونرجع تاني لدكتورتنا الجميلة وتقول لنا نصيحة لطفل من عمر 6 سنين ل9 سنين نأكله ايه؟ ما تقولي ليش نظام ثابت، انا بحب الصبح دماغي تجيلي. وكبار السن يا دكتور، ما احنا اتكلمنا على كبار السن. طب انا ممكن اتكلم نصيحة للعموم بس الطفل مختلف شوية، أأكله للنفس فيه حلو. بكميات قليلة. جميل جدا. أعوده من هو صغير أحدد له الكمية اللي يأكلها في طبق، أأكله كل اللي هو عايزه بس كميات قليلة. بالظبط، يعني أصغر الأطباق، يعني بدل ما مثلا ما بدي أحط له رغيفين أو كيس عيش ويأكل اللي هو عايزه، لا أحدد له نص رغيف، يبقى مهيئ لنفسه مش هيأكل غير نص رغيف. أحط له 3 معالق أو 4 معالق رز أو مكرونة، أحط له قطعة فراخ أو لحمة أو سمك، يا مشوي يا مسلوق. طبيعي جدا لو انا عودتهم على النظام ده هيفضلوا طول عمرهم ياكلوا بالطريقه دي. في النظام الاوروبي وفي النظام الحديث كنا بنقول لازم الدكتور او الاخصائي النفسي يبقى موجود جنب دكتور التغذيه، ودي كانت من المهام الصعبه اللي انا مريت بيها كتجربه في مستشفى للتنحيف والشفط الدهون وغيره. كانت المشكله ان الدكتور بيتعامل 1+1=2 ولازم ياكل كذا، لكن لما دخلت انا كاخصائي نفسي عملت شغل اعتقد انه كان ناجح، الا وهو ايه؟ بدات اقدم لمريض السمنه كوبايات صغيره. هو بعد ما عمل عمليه كتكميم مثلا المفروض ياخد 150 جرام بس من الميه قبل الاكل او بعد الاكل. فلما بديله الشوب الكبير يا شيف بيشربه غصب عنه، فبيبتدي يبقى فيه القيء، ودي كانت ازمه وتعمل له ازمه نفسيه فيما بعد. لما حلينا المشكله بالكوبايات الصغيره، بالاطباق الصغيره، بالكميات، ده اللي انا بقول عليه، هنا عالجناه جسمانيا وكمان نفسيا. هو معد نفسيا من البدايه، ما عشان كده انا بكمل كلامي، هو معد نفسيا انه قدامه الربع رغيف هو ده غداه فمش هياكل غيره، هي بوله الرز دي اللي قدامه فمش هياكل غيرها ومش هيحلم باعلى منها، طبق السلطه الاول، كوبايه الميه الصغيره. فانا لو قدمت كل حاجه بكميات معقوله حسب جسمه وسنه والطاقه اللي هيبذلها، انا كده بتهيألي انسان ناجح بقدم لشخص ناجح او جسم سليم. الطفل كمان بعوده لو انا جبت له بوله صغيره وحطيت فيها 3 معالق رز حسسته اللي هو اكل كل اللي في الطبق. بالظبط، فهو قايم شبعان اللي انا قدرت اكل كل اللي في الطبق. وهنا تمام. المعادله بتاعت الام المصريه لازم تخلص الطبق بتاعك. بالزبط. فهي كده من وجهه نظر الام هي خلص طبقه، ومن وجهه نظر الطفل هو كل انتصر، فكده احنا الاثنين منتصرين. بالزبط. تبقى حياه سعيده وجو اسري جميل. هي في اطفال بس بيبقى عندها شراهه للاكل شويه، وده نتيجه ان احنا اللي بنساعدهم على اتساع المعده من نتيجه البداية. من واقف لشراء الوجبات الخارجيه من اكياس كلنا عارفينها، مش الوجبات الفاست فود والاكل السريع، لا اللي هو اللي احنا ابتدينا اصلا بيه حياته كلام وطفل. عايزين نسكته. لا ما كانش على ايامنا والله، انت قديم قوي. كان كبيره البوزو ده، كلم عن نفسك، انت قديم. كاراتيه كبيره البوزو ده والله. مالناش دعوه، احنا من اجيال الكاراتيه، انت من اجيال دلوقتي بقى مش عارف ايه، وكاراتيه وملاكمه ومش عارف، تلاقي العيل جاب الكيس قد كده وادي ادي ادي، كل ده بيوسع. ده اللي انا بقول عليه هو النظام من البيت. لو انا عودت طفلي من هو صغير ياكل اكل صحي هيطلع ناشئ على طريقه الاكل، بس بلاش نتجاهل الشكل العام قدامه، هو شايف اصحابه كلهم كده. يعني مثل قريب جدا جوزي مثلا هو بياكل اكل صحي اكتر مني،
تمام. مامته معوداه من هم صغيرين تاكلوا اكل صحي، نشرب الميه على الريق عليها عصره ليمونه، لازم كوبايه الميه الصبح قبل الاكل. ما هو مش مصري. مصري بس حد مهذب جدا. يعني حد مش مصري. انا عايز اقول لك هو اللي بيعودني اكل اكل صحي. ما هو ده سر ال 10 كيلو يا دكتور، هو ده سر ال 10 كيلو اللي نزل. لا هو كده في بلاد الشام كده فعلا. هي يعني اي دوله غير مصر بتحافظ على وزنها اكتر مننا؟ لا احنا عاداتنا وتقاليدنا كلها اكل. لا لا يا فندم، اول يوم رمضان والعزومه اكل، اي احنا اول أكل. حاجه بنعملها العيد الصغير كحكو بسكويت، العيد الكبير اللحمة. اول يوم في رمضان في او في العيد عشان كده الست المصريه بتبقى حلو. ايوه صح، ما هو لازم ندي. لا بصي، مصر دي لازم تدافع عنها باستماتة. لا دي اختي مش مراتي. دي اختي. دي اختي مش مراتي. انا اليوم لا، الست المصريه بتتميز بالدم الخفيف والوزن التقيل. حتى لو الوزن التقيل او الوزن الخفيف. طب ايه رايك الست المصريه بتتميز بخفه الدم والوزن؟ ممكن سواء تقيل سواء خفيف، لان ربنا هي الست المصريه عامله زي نهر النيل، هي لون عطاءه عطاءه بتعمل كل حاجه. والله والله هذا ليس برياء او ان انا اكتر مشاهديني، انا مش. لا واضح ان استاذه حنان النهارده عملت له الفطار كويس فبيعكسها على الهواء. فطار طعميه. هو معروف الست المصريه جدعه اصيله، بتقف جنب جوزها صبوره. والله بس والله. هي مشكلتها في احنا مفترين لعلمك بقى الرجاله. سالي عم عزب كمان ويقول لك. يا شيف عزب ده عشره طعميه. يا شيف نرجع تاني، لان النهارده سندوتش الطعميه مأثر عليك جامد جدا جدا. بس عارفه بسطني قوي. واضح احنا شايفين احنا والدكتوره. انت ضيعت الحلقه النهارده. متكلفه متكلفه متكلفه. طيب دكتورتنا الجميله، لو انا دلوقتي الشاب المراهق ده راح الجامعه وفطر الصبح في البيت، فهو ممكن يضطر انه ياكل اي ساندوتش بره، ممكن انا بدل ده ابقى عامله حسابي ان ابني يتغدى بره اكل غير صحي، ممكن ياكل اكل من بره، اقوم انا اعوض بالليل، ازود نسبه الخضار وازود نسبه الفواكه كده. انا عملت معادله سليمه ولا برده مفيش فايده؟ الولد ممكن ياكل بره اكل صحي، مش لازم يكون اكل من البيت. انا لو هاكل وجبه من بره هيبقى فيها ربع فرخه، 3 معالق رز، شويه السلطه، فانا كده اديت له وجبه كامله وفي نفس الوقت حققت له امنيته اللي هو ياكل من بره. او سمك مشوي برده معاه رز معاه شويه سلطه. يعني حتى الاكل اللي من بره ليه حلول. اكيد اكيد مش هيمنع نفسه من الاكل اللي بره، وفي نفس الوقت انا بدي له اكل صحي. وبرده هنرجع ان هي حسب العاده وحسب التعود بالزبط. وانا هربي ابني من البدايه صح. خدوا بالكم كمان ان انا ممكن اجيب، لو لقيت ابني او بنتي زايده شويه يا شيف اعمل ايه؟ انا ممكن اجيب بلوزه او قميص اقل من مقاسه درجه، العب معاه اللعبه النفسيه بقى، احطه في... طب ده ضيق، اقول له لا مش هنرجعه خليه في الدولاب. هو من جواه هيبقى عنده استعداد انه يخس ويوصل للوزن المثالي ده بتاع القميص عشان يبقى واخدها تحدي بينه وبين نفسه بطريقه غير مباشره، مش انا اللي اضغط عليه واقعد اقول له خس او انت جسمك مليان. ممكن يلبس الحاجه الواسعه يعني. المشي على فكره بيخسس جدا. خد بالك ان سن المراهقه ده انت ادي له النصيحه من على المحور من بعيد، لكن لو اديتها له مباشره بيرفضها تماما. مش عايز اقول لك من على المحور اللي المحور. ايوه ولازم تشكر ضابط الشرطه النهارده. انا قلت بلاش طعميه. فيا دكتور ايه رايك ان احنا نتحايل على المواقف دي، ان احنا الاكل انا ممكن اعمل اكل دسم، بس الدسامه مش في السمنه والزيت، الدسامه في طبيعته زي ما استخدمنا النهارده الدقيق الحبه الكامله بالظبط. كيكه زي كده شكلها مغري وهي كيك. انا ما حرمتش الوقت السكر برغم انها ممكن تكون الحجم ده، لكن اضربي مثلا الكميه ديت لو كانت دي تقريبا 250 جرام اضربيها مثلا في 10 فتعمل لك 2 كيلو ونص سكر او 3 كيلو سكر. اللي بيشرب 3 معالق يحط كيس واحد هيحط كيس في نفس الوقت. اللون ما بيغيرش، يعني في بعض الانواع بتصفر في الاكل، في بعض الانواع لازم تتحط في الاخر ما تخشش السخن، حاجه تكون سخنه قوي. فطبعا ده كحاجه او حاجه انا جربتها. ومن الحاجات اللي انا بنصح بيها الناس اللي بيعملوا دايت، يعني الحاله لما بتجيلي بتقولي اخد ايه، بقول لها خدي سويتال او خدي سكر دايت، ده بديل للسكر لانه كمان بيساعد على التخسيس. طب ما تخلي الدكتوره حبيبه تقول لنا ايه النظام اللي الناس نازل بيهم الوزن يا دكتوره. اتفضل هيثم معاك هترد عليك. الحمد لله على السلامه يا شيف. ادي يعني بجد اديني وقت اتكلم فيه. اتفضلي كده هداكي فرصتك. ما تقول لنا ينزلوا الناس البسطاء اللي مش قادرين يروحوا. سيبها ترد بقى، سيبها ترد انت النهارده ساعه. اتفضلي يا دكتور. احنا هنعمل حاجه بسيطه جدا. اولا لازم افهم الناس ان اكتر وقت اقدر اخس فيه هو الشتاء. الناس فاكره العكس. انا ليه بجوع كتير؟ علشان بطلع سعرات حراريه كتير،
من الحركه. الجسم في نفس الوقت بيبقى عايز يعادل درجه الجسم من جوه، فبيضطر يحرق جامد عشان خاطر يقدر يعادل الدرجه دي. تمام. فاحنا نعمل ايه؟ اول ما نصحى من النوم الفطار هيبقى من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 10، هنفطر سندوتش فول، جبنه او بيض، لو حابه ازود كوبايه لبن خالي الدسم او كوبايه عصير فريش مفيش مشكله. هنيجي بعد كده الظهر هيقول الله اكبر، هناخد حاجه سناكس، يا ثمره فاكهه يا ثمره خضار. نيجي على الغدا، الغدا هيبقى من 3 ل 6. طيب هنبتدي الترتيب ازاي في الاكل؟ المعده متقسمه لاربع اجزاء، اول ربع هنشرب اول حاجه كوبايتين ميه او طبق شوربه، وبالذات كمان في الشتاء طبق الشوربه اللي هو الفراخ من الحاجات اللي كمان بتعالج البرد. جميل، يعني معروف نص ليمونه كمان عليها خلاص انا خدت المضاد الحيوي. بالظبط، كمان كمون من الحاجات اللي بتعلي معدل الحرق وفي نفس الوقت بتعالج الانتفاخ. جميل. للناس اللي عندهم انتفاخات. خلصنا طبق الشوربه هنخش على طبق السلطه، يبقى احنا كمان بعد السلطه دخلنا فيتامينات وفي نفس الوقت ملينا نص المعده. النص الثاني هنحط فيه في تليفون. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. ازيك يا دكتور؟ معانا مين كنترول؟ معانا دكتور صبح. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك، اتفضل يا دكتور، عندك سؤال؟ الله يخليكي، الامر لله. انا بس بسال على موضوع السكر، انا مريض سكر وكنت عايز اعرف في حاجات بترفع السكر بطريقه مباشره وفي حاجات بتوطيه برضو بطريقه مباشره. احيانا الواحد بيحاول يحافظ على اكله لكن في حاجات بتبقى السكر فيها غير ظاهر، يعني ما بيبقاش باين في الطعم لكن بيبقى فيها نسبه نشويات. زي النشويات بتتحول في الجسم لسكر فعلا. بالظبط كده، ازاي نقدر نعرف الاكلات دي من او نفرقها من بعضها؟ تمام، سؤال جميل ومهم يا فندم. حالا حالا، معلش انقطع الاتصال، الدكتوره هترد على حضرتك، اتفضلي يا دكتور. احنا زي ما قلنا الكربوهيدرات او النشويات فيها نسبه سكر عاليه، لما بتتخزن في الجسم بتتحول لدهون. فاحنا ندخلها في الجسم زي ما قلنا، لو في طبق رز كبير نخليه 3 معالق رز. هو دلوقتي السؤال بس عشان الحلقه خلصت فعلا والتتر هينزل علينا. اكتر حاجه فيها نسبه سكر غير النشويات كمان الفاكهه زي التين، البلح، العنب، الحاجات دي كلها فيها نسبه سكر عاليه جدا. فالناس ما تقولش تاكل فاكهه كتير. بالظبط، دي ممنوعه من السكر، الناس اللي عندها سكر منخفض هي بس اللي مسموح لها. يعني ما ياكلش منجاية كيلو. لا طبعا، أنا هي منجاية صغيره. تمام. بالظبط. تمام يا دكتور. طب نكمل النص الثاني من المعده سايبينه فاضي. قولي النص الثاني من المعده. يبقى احنا قلنا شوربه، طبق سلطه، الربع الثالث اللي هو البروتين سواء مشوي او مسلوق، قطعه لحمه قد صوابع الايد او ربع فرخه او اتنين سمكه مشويه. الربع الاخير قلنا فيه 3 معالق رز او 3 معالق مكرونه او نص رغيف. ميرسي لحضرتك وشاكره ذوقك وشاكره كل انا مبسوطه جدا انا كنت معاكم النهارده، وكان ليا الشرف ان انا اطلع مع الشيف كمان النهارده. شكرا ليك يا شيف، نورتنا ونورت 50 دقيقه حياه. وشكرا ليكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم 50 دقيقه حياه، واستنونا الحلقه الجايه من كل اسبوع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.